تسهيل الأمر عليك أنت وطفلك لبداية حياة، هذه هي مهمة أقسام التوليد والأطفال حديثي الولادة في مستشفى إسكليبيوس كلينيك بامبيك. ونولي أهمية كبيرة في هذه المهمة لأن تكون الولادة طبيعية وتسير بشكل سلس وآمن. بالإضافة إلى الولادة التي تتم بمعاونة الأطباء، فإننا نقدم أيضاً غرفة القابلات للولادة. من خلال هذا العرض سوف نرافقك فقط قابلات من ذوي الخبرة، تقريباً مثل ما يحدث في الولادة في المنزل. نلجأ للطبيب الاستشاري لك ولطفلك فقط في حالة الطوارئ وفي غضون فترة زمنية قصيرة جداً. وكمركز متخصص في تقديم الرعاية على أعلى مستوى في الفترة المحيطة بالولادة، فإننا على استعداد أيضاً للتعامل مع جميع الحوادث غير محتمل الوقوع بشكل اعتيادي. إننا جميعاً نرغب في أن تشعر الأسرة بأكملها بأقصى قدر من الأمان والسلامة. إننا نريد أن نقدم لك الدعم كي تمضي في هذه المرحلة الفريدة من الحياة بشكل ثقة وسعادة. ولكي نكون على ثقة أن كل شيء لدى طفلك على ما يرام، نقوم بإجراء فحوصات الوقاية، وبعد مرور 48 ساعة نقوم بإجراء فحص أودس فاي. هذا الفيلم لا يحل مشكلة الاستشارة الطبية، يرجى تدوين أي أسئلة لديك. بعد 36 ساعة من ولادة طفلك نقوم بأخذ بعض قطرات الدم وفحصها للتعرف على بعض الأمراض النادرة. إلا في حالة اكتشاف مرض سنبلغك بذلك. هل يوجد لديك لدى أفراد عائلتك أي أمراض خاصة بالغدة الدرقية؟ في الحالة يجب إبلاغ الطبيب. يتم إجراء الفحص الجسدي للطفل عادة من الرأس حتى القدم. كيف يبدو شكل الرأس؟ ما هو حجم اليافوخ؟ إن هذه الفجوة في العظام الجمجمة، حيث تتداخل العظام لتسهل نزول رأس الطفل عبر قناة الولادة، كما أنها تضمن توفير مساحة كافية للمخ كي ينمو. يتم الإضافة إلى ذلك فحص تجويف الفم حتى وإن كان ذلك لا يروق للجميع. نظرة فاحصة على العينين، هل شبكية العين ملحوظة خلف العدسة؟ في فحص الأودس فاي مهم جداً لنا أن نفحص السمع عند طفلك. يتم فحص السمع وهو طفلك نائم. في حالة وجود خلل في قدرة طفلك السمعية، فإن ذلك قد يؤثر على التطور الصحي لديه. هل تشعرين بالحصول على المعلومات الكافية؟ هل لديك أسئلة بهذا الخصوص؟ يرجى تدوينها. ننتقل الآن إلى منطقة الرئة والقلب كي يبدو صوت ضربات القلب. هل يوجد نبض قوي في الدم عبر الأوردة؟ ومن أجل استبعاد أمراض القلب بمزيد من التأكد، فإننا نقوم بفحص محتوى الأكسجين في الدم. في حالة كونه منخفضاً بشدة، فإن هذا قد يشير إلى وجود عيب قلبي خلقي، وفي هذه الحالة يتم فحص القلب بمزيد من الدقة. هل هناك أي عيوب خلقية في القلب في محيط العائلة؟ قومي بتدوين ذلك كي تتمكني من إبلاغ الطبيب بشأن ذلك. هل الكبد والطحال والكلى على ما يرام؟ نقوم بفحص الأعضاء الداخلية من أجل التحقيق من أنها بالحجم الطبيعي. ويتم أيضاً فحص السرة، هل تجف بشكل جيد؟ كما يتضمن فحص الأودس فاي ما يلي فحص الأعضاء التناسلية الخارجية. في الخطوة التالية نتحقق من أن منطقة الحوض عند طفلك على ما يرام. في حالة تناسق الطيات فإن ذلك مؤشر جيد. إن كان لدينا انطباع بأن منطقة الحوض ليست على ما يرام بشكل كلي، فإننا نطلق نظرة فاحصة بالشكل أدق من خلال الأشعة. تتم المتابعة المنتظمة بعد إتمام الفحص التالي وهو أود غاي. يرجى إبلاغ الطبيب في حالة وجود مشاكل في المنطقة في محيط العائلة.
نلقي الآن نظرة على الظهر، هل يوجد أي شيء غير مألوف خلال فحص العظام قد يشير هذا إلى وجود تشوه غير ظاهر في العمود الفقري؟ لكن لا داعي للقلق، فهذا أمر نادر للغاية. وأخيرا نقوم بفحص المنعكسات. تأتي أهمية هذا الفحص في أن الحركات المنسقة تتطور من ردود الأفعال التلقائية تلك، إلا أنها تساعد الآن في التأقلم الأول مرة على العالم الجديد. هذا هو منعكس العمود الفقري أو منعكس غالانت. إن منعكس الخطو يعد حركة تلقائية، إلا أنها لا علاقة له بتأخير المشي. أما منعكس مورو أو منعكس العنق فهو من آثار الفترة السابقة، حيث كان الطفل يتثبت في أمه كي لا يقع. عندما يحرك طفلك بساقيه أو يحدث رد فعل بقدميه عند اللمس، فإن ذلك يشير أيضاً إلى كل شيء بخير. وفي نهاية فحص أوتسفاي يوجد أيضاً فيتامين كا، وهو يساعد في تكوين عوامل تخثر الدم، وبالتالي يمنع حدوث النزيف الداخلي. لديك الآن الفرصة لطرح جميع الأسئلة التي ترغبين في طرحها. سوف يعطيك الطبيب فيتامين دال من أجل عظام قوية والفلوريد لأسنان صحية، وفي النهاية تحصلين على كتيب الوقاية الخاص بطفلك، وأخيرا تتلقين نصائح حول كيفية نوم طفلك داخل المنزل بالطريقة المثلى. ويمكنك معرفة المزيد حول نوم الطفل بطريقة آمنة من خلال الموقع www.schlafgutbaby.de.